النشيد الوطني اللبناني وقوفاً. السفير البابوي المونسيور جوزيف سبيتري، راعي الجامعة الأنطونية الأباتي مارون أبو جودة، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلخ، سعادة النواب ميشيل معوض، فادي علامة، رامي أبو حمدان، معالي الوزير وعضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور ديميانوس أطار، ممثل النائب طوني فرنجية السيدة ريبيكا حصري، ممثل النائب جورج بوشاكيان السيد سليم خوري، رئيس بلدية بعبدة الأستاذ أنطوان حلو، عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور مارون خوري، ممثل مؤسسة ريمون عيدا نجار المهندس كريم نجار، حضرة المدبرين الأجلاء الآباء والراهبات الأفاضل، نواب الرئيس، العمداء، أعضاء مجلس الجامعة، أولياء الطلاب، طلاب الجامعة الأنطونية، الحضور الكريم. أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. هذا القول المأثور للمؤلف الأمريكي ديل كارنيجي الذي خط فصول كتابه المشهور دع القلق وابدأ الحياة، ربما تناثرت كلماته اليوم لتشكل خارطة طريق لطلاب الجامعة الأنطونية الذين بتخرجهم اليوم يعلنون النجاح أو النجاح بعيداً من القلق، ويأبون الاستسلام بعد أن رسموا هدفاً واحداً أمامهم، ألا وهو الخروج إلى ربوع الحياة متسلحين بالإرادة ومتشحين بالمعرفة. طلاب الأنطونية أيها الأهالي، ننظروا إلى العام الذي انقضى وكأنه مسلسل بطيء من الهموم والأزمات، من اللا استقرار ومن الليالي السوداء التي لا تنتهي، ولكن إن نظرنا إليه من أعينكم أنتم طلاب الجامعة الأنطونية نراه قد أصبح وراءنا، فنحن ندرك أن الصعاب تصقل الإنسان كالذهب، وأن الليل وعلى رغم سواده تشرق الشمس بعده ويطل فجر جديد. كما قال جبران خليل جبران، في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. من هنا يتضح أن الصعوبات ليست سوى تجارب جديدة ومصادر للنصر على أنفسنا أولاً قبل أي جهة أخرى، والنصر الكبير اليوم هو حفل التخرج هذا، وهو أشبه بليلة حلم لكل طالب وطالبة منذ أن خطى أول خطوة في أرجاء هذه الجامعة. أيها الحضور، إن الجامعة الأنطونية أرادت أن تحيي هذا اليوم، يوم الفرح بالخروج إلى الدنيا معكم ومع أوليائكم وأحبائكم، فهي التي نجحت بتحدي الصعاب من خلال زرع بسمة انتصار على ثغوركم والاحتفال بتخريج هذه الدفعة من طلابها الذين لطالما
مخروا عباب الدنيا بنجاحاتهم، تاركين بصماتهم أينما حلوا. إن الجامعة الأنطونية وقفت في وجه كل الأزمات التي منيت بلبنان، وفي وجه الحروب التي انطفأت مدافعها أمام إرادة الحياة من جديد. هي تقف اليوم مرة جديدة، وبحكم إدارتها للأزمة وأداء المسؤولين فيها، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلاخ. وقفت في وجه أقصى أزمة اقتصادية تضرب لبنان، وقد حافظت قدر الإمكان على طاقمها من خلال الوقوف إلى جانبهم، هذا ورسخت مكانتها بين أفضل الجامعات اللبنانية والعربية. طلابنا الأعزاء، وأنتم تقفون اليوم على مفترك الطرق هذا في يوم تخرج أردتموه وانتظرتموه طويلاً، صدف للأسف في أيام ليست الأفضل. لا تيأسوا وافرحوا، يليق بكم الفرح بما أنجزتم وبما ينتظركم. تسلحوا بالرجاء والأمل والإيمان، وابنوا جسراً من الأحلام، ولا تخافوا، احلموا فالأحلام تتحقق. فنحن اللبنانيون لا نخاف، بل نغامر لنصل. كونوا فينيقيين، جبوا في أنحاء العالم، انثروا عطركم وأخشابكم، المعوا في سماء العلم والمعرفة، ولكن لا تنسوا لبنان، لا تنسوا وطنكم. لقد تقاذفته الرياح ولم ترحمه السياسات، وقست على أيامه التسويات، إلا أن درع المنيع هو أنتم الشباب، هو كل لبناني راسخ هنا في أرضه رغم الويلات، أو منتشر في أي شبر من بقاع العالم، إنما جذوره مزروعة في أرض الوطن. إذن لا تقصوا قلوبكم، اجعلوا لجامعتكم وللبنانكم مكانة في قلوبكم، وأن رحلتم وراء تحقيق أحلامكم لا تنسوا أن أحضان لبنان ستكون مفتوحة لكم متى قررتم العودة. سيروا في سفينتكم، ولكن عودوا ولا تجعلوا الهجرة هدفا لكم. وأخيرا أيها الطلاب، تذكروا أنكم ركيزة المستقبل وعنوان الغد وعنفوانه، وأنه من خلف الجبال القاسية ستزهر أيامكم. هيدا التليفون ما بعرف لمين هون. من أول ما طلعت. وأخيراً تذكروا أنكم ركيزة المستقبل وعنوان الغد وعنفوانه، وأنه من خلف الجبال القاسية ستزهر أيامكم. كما هي جامعتكم تحدت، واجهت وصمدت، ودائماً من هنا، من على هذه التلة، تنظر إلى أبعد الآفاق. قبل ما كفي يلي هيدا التليفون لقاله عن جد يطلع ياخده أفضل. هذا الحفل ركنه الأساس الطلاب الذين واجهوا ظروفاً صعبة مع كل التغيرات التي طرأت على حياتهم الأكاديمية، ولكن بالرغم من كل شيء هم اليوم هنا يحملون شهاداتهم وتفوقهم ويحصدون ثمار جهودهم الاستثنائية. والطالبة في كلية الأعلام والتواصل قسم السمعي والبصري زينة مشلب ستتحدث بلسان كل خريج وخريجة. أود أن أثني أيضاً على جهود زينة التي تمثلت بانضمامها إلى الجسم الإداري في الجامعة إلى جانب متابعة تحصيلها العلمي لنستمع لها. Honorable guests, dear colleagues, some of you might recognize me as their student, others as their deskmate.
But most of you probably know me as the girl with the camera in every event at Antonine University. Allow me to tell you then how I became the girl with the camera. At the beginning of 2021, and during my second year as a student, I received an email in which the head of my department was recommending me, among other brilliant students, for an internship in audiovisual at UA's Office of Communications. I showed my interest in this opportunity and had several virtual meetings with the office's director, Ms. Wafaa Kairouz, regarding this internship. I remember we used to always hope to meet in person one day, maybe when the COVID-19 pandemic is over. However, during my application process, I lost a dear family member to the vicious virus, while also trying my best to focus on my exams. This overwhelming situation took its toll on me, so I contacted the office's director to apologize for dropping out of the competition. After a while, when my life found its way back to normal, as it always surprisingly does, I started regretting having given up on such a great opportunity. And just when I least expected it, Ms. Kairouz contacted me again and invited me to meet up on campus. I entered her office thinking she probably just wants to meet the student she's been talking to from behind the screen. There's definitely nothing more than that, but I had never been more wrong. She offered me the internship again because she refused to give up on my potential like I did. Thus began my journey with a wonderful team of creatives who put all of their trust in this young intern. And before I knew it, I was assisting the office during last year's commencement ceremony, and I was sitting right where you are now, dreaming of this exact moment and wondering how it would feel to be on this end. In 2019, Antonine University accepted me as a student. In 2021, it welcomed me as an intern. And in 2022, it embraced me as a staff member and proud alumna. My fellow graduates, class of 2022, we are undoubtedly one of the toughest and most resilient generations, which is why I'm not worried that we won't be successful. I'm worried that we won't fail from time to time. If you're ever going to succeed at anything you do, you have to make mistakes, like I just did. Fail again, and then fail better. Sometimes it is important to make mistakes, not only to learn from them, but to simply make them, to find out what's real and what's not, what works and what doesn't. When we get off the stage and go into the real world, we will receive a lot of shut doors and turned down applications. My fellow graduates, do not be afraid of aiming high and missing. Do not fear failure when shooting for the stars, but please be terrified of regret. Many questions keep me up at night, you know? Like, do other people still remember the times I have completely embarrassed myself? Or where did I put my mom's Tupperware? But I promised myself that the question, what if I didn't give up, would never be the reason keeping me up at night. Take chances and jump at each opportunity with such passion, because it is true, in the end, we only regret the chances we didn't take. And ain't nobody got time for that. My fellow graduates, some of our greatest fears have been realized during these past 3 years, but so have some of our greatest dreams. We've hit rock bottom so many times, but here we are, standing on the rock-solid foundation on which we rebuilt our lives. Because what do you do when all the doors close in front of you? You search for windows. If not found, ventilators. If you don't find them either, look for tiny cracks in the wall and start scratching. One day, in the blink of an eye, you would successfully make your way out to a whole new journey. Dear parents, thank you for bearing with us when we turned the dining table into a study desk. Thank you for handing us a plate of fruits during our online classes. And thank you for starring in the background of our presentations when we had our cameras on. Dear professors, you have paved the way for us. And today, we honor you. Today,
We honor all those who came before us and invested in us. You are what we grow beyond. My dear family, please accept this accomplishment as a thank you for all that you've done and which can never be repaid. As Ed Koch once said, the fireworks begin today. Each diploma is a lighted match. Each one of you is a fuse. And I tell you that we are the spark that will light up the whole world. We are the citizens of the world. Thank you. السفينة التي يقودها البحر من دون ربان تتحطم بنا بين مقادير الدهر والسنين، وهكذا هي الصروح التعليمية كسفن لا تسير من دون ربان يختزل البنية والمقام. فالأب الرئيس ميشيل جلخ لطالما سعى إلى جودة التعليم في الجامعة الأنطونية وإلى جعل الطالب أولوية، وكذلك الأساتذة والموظفين طبعاً. فبالرغم من الظروف الاقتصادية التي عصفت بنا، نجح بحكم إدارته وإرادته في الوقوف إلى جانب موظفي الجامعة وأساتذتها في هذا الدرك الذي وصلنا إليه، وفي المقابل حافظ على مكانة الجامعة الأنطونية بين أفضل الجامعات. رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلخ، المنبر لكم. أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، راعي الجامعة الأنطونية الأباتي مارون أبو جودة، أعضاء مجلس الأمناء والهيئة الأكاديمية والإدارية، الأهل والأصدقاء الكرام، أيها الخريجات والخريجون، أعرف أن الأوضاع التي نعيش ليست ما أملتم ولا ما تمناه أهلكم لكم يوم راهنوا على تعليمكم جواز عبور إلى الازدهار والنجاح والسعادة. أعرف أنكم تحملون اليوم مع شهاداتكم والأفراح مزيجاً مراً من القلق والخوف واليقين. فكل ما حولنا على المستويين الدولي والوطني يصعب مهمة دعاة التفاؤل. مع ذلك أنا على يقين أن الأزمات تصقل البشر وأن الصعوبة فرصة للعبقرية، وأنكم كلبنانيين تحملون في كيانكم هذه القدرة التي بناها تعاقب الأزمات على مواجهة الصعوبات وعلى الصمود مهما بلغت التحديات. أنظر إليكم اليوم وقد أنهيتم مرحلة من مساركم الجامعي في فترة تكاد تعصى على الوصف. أنظر إليكم وقد وصلتم منتصرين إلى المرفأ بعدما عاكستكم رياح الجائحة الصحية والضائقة الاقتصادية والفاجعة الأمنية التي أدمت قلوبنا قبل أن تدمر مرفأنا، وسواها مما هو كفيل بثني أقوى العزائم. وما انثنيتم، أنتم الذين درستم في أكثر الظروف استثنائية، فخبرتم باللحم الحي تبدل التعليم وانتقال أنشطة أساسية فيه من التفاعل الحضوري إلى الافتراضي والبعيد، وأجبرتم على التأقلم السريع مع متغيرات طرق التدريس والمرافقة والتقييم والتدريب. أنتم الذين ثابرتم على التعلم والتفوق يوم لم يبقى من حولكم شيء على حاله، لا العلاقات ولا المداخيل ولا الرزنامات ولا الأدوار. أنتم الذين قاومتم العزلة والإحباط والعبث
وتشبثتم بالتحصيل العلمي كي تعطوا لهذا الوطن المتألم أملاً يتطلع إليه من رحم المعاناة. أعطيتم أهلكم والمجتمع ميعاداً ينظرون إليه من صحراء الحاضر. أعطيتمونا جميعاً الثقة لننهض ونواكب عزيمتكم. وها أنتم اليوم تستعدون لمغادرة الجامعة أو لبدء صفحة جديدة ومرحلة جديدة في تحصيلكم الجامعي. بعضكم عينه على الهجرة، وبعضكم الآخر قرر مغالبة الواقع هنا، وبعضكم الآخر لا يعرف أين ستقوده الأيام. لكن أياً تكن الوجهة التي اخترتموها أو اللاوجهة التي قد يتخبط فيها الواحد منكم لبرهة ريثما يجد طريقه، ثقوا أنكم أبطال وأن إصراركم وعزيمتكم هما ذخيرة هذا البلد. ونحن واثقون أن من قاوم الأعاصير التي ضربت مجتمعنا في الأعوام الثلاثة الماضية قادر على اجتراح الحلول المبتكرة والمستدامة لمشكلات مجتمعه. ثقوا أيضاً أن الجامعة ستبقى بيتكم، فلا تترددوا في طلب المساعدة أو النصح، وابقوا على تواصل مع وحدات الإدماج الوظيفي والقدامى والتدريب المستمر كي تعطوا أنفسكم أكبر قدر ممكن من الفرص. صحيح أن لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، وصحيح أن العالم من حولنا يتخبط في نزاعات وحروب تهدد أمنه ومستقبله وتلقي بظلالها على خطوط إمداد الغذاء والطاقة، إلا أن الصحيح أيضاً أن العالم من حيث الأفكار والابتكارات بات قرية واحدة. لذا فالعالم كله سوق عملكم، العالم كله متاح لأفكاركم وطموحاتكم، فلا تحجروا على أحلامكم في ضيق ما نعيشه اليوم. أبقوا أبصاركم شاخصة إلى الغد وإلى البعيد، ولا تفقدوا العزيمة والبصيرة والقيم التي قادتكم من عمق الأزمة إلى قمة الإنجاز، ومن وحدة التعلم عن بعد إلى الاحتفال مع المئات من زملائكم بتتويج سنوات العمل والجهد. هنيئاً لكم الإنجاز، وهنيئاً لأهلكم الذين أنهكتهم ولا شك التغيرات والمفاجآت والأزمات والصدمات، لكنهم أصروا على أن مستقبلكم أهم من أي تضحية قد يقومون بها. احملوا شهاداتكم بفخر كي تواجهوا المستقبل، وبتواضع كي تستمروا بالتعلم، وبنزاهة كي تليق بالعلم ويليق بكم. عشتم، عاشت الجامعة الأنطونية، عاش لبنان.
نشكر عضو جوقة الجامعة الأنطونية المهندس شارل عيد. إن قداسة البابا فرانسيس الذي يحمل لبنان في قلبه خص الجامعة الأنطونية اليوم ببرقية نصت باللغة العربية، متوجهاً من خلالها إلى طلاب الأنطونية والمتخرجين ومنهم إلى شباب لبنان. هذه رسالة يتلوها رئيس الجامعة الأنطونية الأب جلخ. قدس الأب ميشيل جلخ رئيس الجامعة الأنطونية في لبنان، تحية طيبة في الرب يسوع. وبعد، يسر قداسة البابا فرانسيس أن يشارككم فرحتكم في مناسبة حفل تخريج طلبة الجامعة الأنطونية للعام 2022. وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدكم لبنان، يدعو قداسته الشباب الكثيرين ألا يفقدوا الأمل في مستقبل أفضل مهما صعبت الأحوال وأظلمت الأفاق. أنتم برجائكم وبشجاعتكم ستبنون بلدكم من جديد وتعيدون إليه كامل كرامته ومعناه الفريد بين بلدان الشرق الأوسط. كونوا أقوياء واعلموا أن الله قريب منكم ويسير إلى جانبكم. آمنوا بحضوره بينكم وبأمانته لكم وللبنان. ومثل الأرز الذي لا تقهره العواصف، يسألكم أن ترفعوا نظركم إلى العلا لتروا نور الله ونور الأمل في ظلام الليل، وتثابروا بإيمان ومحبة من أجل بناء بلدكم من جديد، لأنكم أنتم المستقبل وأنتم صانعوه. أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم التهاني القلبية، طالبة من الرب يسوع أن يأخذ بيدكم ويؤيدكم لكل ما هو خير وسلام وفرح. الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر الدولة لقداسته. C'est lui qui a dit un jour que le pays des cèdres nous donne l'espoir de construire un avenir meilleur et plus beau. C'est lui le témoin du vécu quotidien des Libanais et des crises successives les touchant. C'est lui qui a toujours appelé à offrir aux jeunes Libanais un plus grand espace de réflexion et d'action, puisqu'ils considèrent que la voie du salut du Liban passe par eux. Doyen des ambassadeurs au Liban, nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, nous sommes honorés par votre présence parmi nous aujourd'hui à la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'UA en votre qualité d'invité d'honneur. Votre Excellence, à vous la parole. Most Reverend Chancellor of the Antonine University, Abbot Maroun Abu Jawdi,
Reverend Father Rector Dr. Michel Jalach, members of the academic and administrative staff, dear members of the Antonine University, families and friends, dear students. I would like, first of all, to congratulate most sincerely all the graduating students for their efforts and their achievement. Dear graduates, I commend you on the termination of your studies, bearing in mind all the hard work you have accomplished during these years, which have been so difficult for Lebanon. I also wish you every success with the grace of God for your future projects. Dear Father Rector, staff members and students, thank you for your kind invitation to the commencement ceremony class of 2022. I am very happy to be able to share your joy during such an important moment of your academic year. We have just heard the message that the Holy Father, Pope Francis, has sent you, together with his blessings. Pope Francis attributes great importance to you, dear students, and to all young people. He believes in you, and he believes in your desire to change society, to make the world a better place. The Holy Father relies on your will to avoid injustice and corruption, to favor social cohesion and coexistence, to defend the dignity and the rights of every human person, and to protect nature, our common home. Pope Francis also understands that you, dear students and young people here in Lebanon, you have every right to be sad, to be worried, and even to be very angry because of what is happening in your beloved country. The Pope is very much aware of your problems and demands a radical change of heart of all those who are causing these problems. We have to remember, however, that anger and sadness by themselves do not lead anywhere, but we can channel them to help us achieve positive goals. Do not be afraid, therefore, of the challenges ahead of you. Dare to be critical in your analysis. Being critical is very different from simply criticizing everything and everyone. Being critical means that you do not take things for granted and do not rely on the first thing you see or hear on social media, but you have the capacity to ask questions and to formulate your own vision. Just as Pope Francis has said to the young people who are participating these days in the European Union Youth Conference in Prague, just quoting a few ideas from his speech, from his message, always look ahead and beyond. You have already heard this evening. Do not be afraid to be demanding. May you be capable of generating new ideas, new visions of the world, of the economy, of politics, of social coexistence. Dear students, congratulations and best wishes for your future endeavors. May the Holy Spirit help you to use wisely the diverse talents you have received from God. Use these gifts to face the challenges that are in front of you. Be creative in your choices and action. Think outside the box to find new answers in your life. Do not forget, however, to be always compassionate and kind to others. And may the Virgin Mary protect you always
and keep you safe. God bless you. رئيس الجامعة الأنطونية الأب جلخ من جديد للتوجه إلى المنبر لتسليم السفير الببوي ريشة الجامعة الأنطونية الفضية عربون احترام وتقدير لمسيرته في لبنان ورسالته الكنسية التي تثمر خيراً ومحبة. La plume de l'UA est un symbole honorifique que l'Université Antonine offre à ses visiteurs et amis en signe d'attachement, de reconnaissance et de communion scientifique et spirituelle. لأن هدف الجامعة الأنطونية دعم طلابها الدائم فقد واظبت لسنين على تقديم جوائز أكاديمية للطلاب الحائزين على المعدلات الأعلى الجائزة الأولى هي عبارة عن منحة دراسية تقدم إلى الحائز على أعلى معدل دراسي وتخوله متابعة برنامج ماستر في إدارة الأعمال والحائز هذه السنة على أعلى معدل دراسي هي طالبة جنى سركيس من كلية إدارة الأعمال فلتتفضل لاستلام الجائزة من الأب الرئيس. زقفة لجنى من جديد. جنى سركيس هي الحائزة هذه السنة على أعلى معدل دراسي وهي الطالبة في كلية إدارة الأعمال. مبروك جنى. أما الجائزة الثانية فهي جائزة عايدة وريمون نجار التي تقدمها سنوياً مؤسسة عايدة وريمون نجار للطالب المتفوق في كلية الهندسة في الجامعة وهي عبارة عن مبلغ بقيمة 15,000 دولار أمريكي يخول الحائز عليه متابعة دراسته وتخصصه في هذا الحقل والحائز هذه السنة على أعلى معدل في كلية الهندسة هي الطالبة مريم المولى ندعو المهندس كريم نجار إلى المنصة لتسليم الجائزة إلى الفائزة مبروك مريم 15,000 دولار إذن مريم المولى حازت على أعلى معدل في كلية الهندسة والآن نبدأ بتوزيع الشهادات على خريجي الجامعة الأنطونية دفعة 2022 تتلو أسماءهم مديرة قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان في كلية الصحة العامة الأستاذة مايا نهرة يليها المدير الإداري لفرع النبي أيلة زحلة السيد طوني رعيدي مساء الخير
نبدأ الآن بتوزيع الشهادات لخريجي دفعة 2022 وفقاً للترتيب الأبجدي وبحسب الكليات وفروع الجامعة الثلاثة: الحدد بعبدة، نبي أيلة زحلي، ومجدلية زغرتة. نرجو من رئيس الجامعة الأب ميشيل البقاء في المنصة. تسلم الشهادات الآن إلى خريجي كلية إدارة الأعمال. نرجو من عميد الكلية البروفيسور توني جبيلي التفضل إلى المنصة. نطلب من خريجي كلية إدارة الأعمال الحائزين على شهادة الإجازة التقدم إلى المنصة لاستلام شهاداتهم. عبدو فيتروني، عبير فحص، ألكسندرا جيانوبولو، ألفريد أبي راشد، علي صالح، علي طليس، أندريا هدايا، كارين نصار، كارل أبو ديب، كارل جاموس، كارلا حمزة، كارلا مسعد، شربل جبرين، شربل معوض، كلويل أسمر، كلاريتا حريز، دعاء إشكونتانا، إليان مخول، إلي سعود، إليو جوزي نصار، فادي سعادة، فاطمة بزيح، فاطمة حمود، فراس كمبر، غنى علامي،
هادي جعفر. هادي رشيدي. هادي يونس. هادي نعيم شريم. هاني حطوم. حسن الطوير. حسين معتوق. شربل أيوب. جنى منذر. جنى سركيس، valedictorian of her class English section and the valedictorian of the valedictorians. جين أبو زيد. جينيفر سعادة. جيسي يعقوب. كمال تقتلي. لارا مرعب. ليا نصيف. مارسيل بعقليني. مارغريتا رعد. ماريبيل لوساراريان. ماريو عيسى الحلو. ميري أشقر. ماي عواد. ميليسا باسيل. ميا موسى. ميرا حمدان. محمد حمود. ميريال داغر. ميريام سبع. نانسي نصر. نور يزبك. باتريك فرحات. بيا شماعة. رأفت الخطيب.
راجي خليل. ريتا جمال الدين. ريتا سلامة. روزي الخوري سميا. سليم عطية. سارة تيدروس. تيا سخا، valedictorian of her class, French section. فانيسا عاد. يوسف أبو خليل. علي ناصر. آيا درويش. كارين منير. إلينا مزرعاني. جاك أتاميان. كميل نجيم. ماريان صغبيني. ماريو العتل. نادين موسوي. نور حصباني. عمر زينب. بول صدقة. ريد جون موسى. ريم عجم. فرنا طالب. يارا عرفان. برلين عبود. لارا حبيب. تاتيانا عوكر. يوسف طنوس رزق. نطلب من خريجي كلية إدارة الأعمال الحائزين على شهادة الماستر التقدم إلى المنصة لاستلام شهاداتهم. ألاء مقلد، valedictorian of her class, French section. بتول عبد الله. كارول النهري.
شربل سالم. كلارا شقير. دانا الموسوي. غيدا المقدم. هاجر موسوي. حلا محسن. حوراء كرام. هبة هاشم. عماد غنيمة. إيمان السيد أحمد. جنى جابر. جنى الجنتان فارس. جويل فغالي. ماريبيل الفغالي. محمد بلوط. نيكول رحال. نور الأسمر. نور طالب. نورا حيدر. باميلا شديد. ربيع أبي زيد. رهف دايه. رنيم الأتات. رواد بومراد. رينا الفقيه. سالي ترموس. ستيفاني نعيمة. تيريز مطر. زين العابدين صادق. زينب بشارة. أحمد عودي.
Anthony Nassar. Diana Azur. Farah Asi. مريم العتل. بيرين قصوف. ريمي شداد. سمر حميه. جورجيو اسكندر. جويا كرم. أبلان اسكندر. ليا فرنجية. ننتقل الآن إلى خريجي كلية الإعلام والتواصل بأقسامها الأربعة: قسم الفن الزخرفي، قسم الإعلان، قسم السمعي والبصري، قسم الإذاعة والتلفزيون. نرجو من عميدة الكلية الدكتور دلال مكرزل التفضل إلى المنصة. ندعو خريجي كلية الإعلام والتواصل الحائزين على شهادة الإجازة التفضل إلى المنصة لاستلام شهاداتهم. علي حيدر. شربل نصر الله، فاليديكتوريان اوف هيز كلاس ان جرافيك ديزاين. إيفا ماضي. فرح حرب. هلا شيخ. حسن محروم. جويل أزي. مجد زريق. ماريا رحال، فاليديكتوريان اوف هير كلاس ان كوميونيكيشن اند جورناليزم. ماريو ابو انطون. بولين مراد. بيرلا أيوب. تيا علام. تريسي الخضر. يارا أرداحي. زينة مشلب، فاليديكتوريان أوف هير كلاس
in audiovisual studies. ندعو الآن خريجي كلية الإعلام والتواصل الحائزين على شهادة الماستر التفضل إلى المنصة لاستلام شهاداتهم. رنا جبران. رين الحسين. توزع الشهادات الآن إلى الخريجين العراقيين الثلاثة الذين تابعوا برنامج الماستر المخصص للعالم العربي في كلية الإعلام والتواصل، وتفرح الجامعة الأنطونية بهم، خاصة وأنها تخرج الفوج الأول منهم بعد عناء التواصل والمتابعة والجائحة. هويدي هويد. سعد موزان. طارق إبراهيم. تسلم الشهادات الآن إلى خريجي كلية الصحة العامة بأقسامها الثلاثة: قسم العلوم التمريضية، قسم العلاج الفيزيائي، وقسم علوم تكنولوجيا مختبرات الأسنان. نبدأ مع خريجي قسم العلوم التمريضية الحائزين على شهادة الإجازة. نرجو من مديرة القسم الدكتور منى نعمة التفضل إلى المنصة. كريستي جوي سليمان. كلاريتا صافي. فاتن كونسو. جاد جريس. جوال كيرياكوس. لين طبارة. ماريا أبو إبراهيم. ماريا نجيم. ميشيل بلبول. نادر نصار. نور فيصل. بيرلا عواد. بيرلا قصحية. روان لطفوني. ريتا بجيني valedictorian of her class. زهرة ناصر الدين.
أنطوني فارس. بعد نيلهم شهادة الإجازة وقبل البدء بممارسة عمل التمريض، يؤدي خريجو العلوم التمريضية قسم اليمين تتلوه باسمهم الخريجة ريتا بجاني. نطلب من خريجي قسم العلوم التمريضية الوقوف. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me fera éventuellement connaître. Je le jure. تسلم الشهادات الآن إلى خريجي قسم العلاج الفيزيائي الحائزين على شهادة الإجازة. نرجو من مدير القسم الدكتور إلي عقوري التفضل إلى المنصة. أحمد شرقاوي. ألبير صوايا. أليسا خنسة. أنطوني إبراهيم. أنطوني مطر. شربل نجم. كريستين الهاشم. سينتيا الحداد. دانيال شجاع. فضل سبع. فرح حوحو. جورج حدوب. جورجيو نبأ. هادي نعيمي. هيثم بدران. عماد ترمس. جاد العنترازي. جوني أنطون. جوزيف العنداري. جوزيف بحري. جوزيف كرم. جوزيف نعمان. كرم الحج. كريم الزين. ليديا جفال.
مهدي كحلول. ماتيلدا الخوري. نور غصن. عمر ألمص. رشا سعد. رين ماري فخوري. ريم رمضان. روني نادر. سيرينا حايك. سيرينا منصور. سيرلي نشريان. سيرون باليك كليان. يوسف هدرش. ديانا مشعلاني valedictorian of her class French section. إيهاب بدر. ليال يونس. بعد نيلهم شهادة الإجازة وقبل البدء بممارسة عمل العلاج الفيزيائي، يؤدي خريجو العلاج الفيزيائي قسم اليمين تتلوه باسمهم الخريجة ريم رمضان. نطلب من خريجي قسم العلاج الفيزيائي الوقوف. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those therapists in whose steps I walk and gladly share such knowledge as is mine and with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures that are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it's given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life. This responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that I remain a member of society, with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live, and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. I swear! I swear! نبقى الآن مع فاصل موسيقي يؤديه خريج الجامعة الأنطونية وعضو شوكتها المهندس شارل عيد.
That was amazing. Thank you, Charles. Thank you, أعضاء الكوير. ننتقل الآن إلى خريجي قسم علوم تكنولوجيا مختبرات الأسنان الحائزين على شهادة الإجازة. نرجو من رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلخ التفضل من جديد إلى المنصة، وأيضاً ندعو مديرة القسم الأستاذة مايا نهرة. عبد الهادي فنيش، علي حمود، علي نصر الدين، أمين جلول، بتول حركي، بشرى خير، كاميليا حتوم، فاطمة يحيى، جورج إليز ري، غوى يحيى، هادي المؤداد، هادي سلوم، هادي شغري، هادي خطيمي، حنين خشيش، حسن جابر، حسين ترمس، جاد حسيني، جنى الحسيني، جنى خميس، جنى زهر الدين، لين رسلين، لين وهبي، ملاك صبح، مريم فواز، ماري كريست زند،
مارون شبلي ميشيل القارح ميرا قيس نور تحشي بترا ريشا روان شعيب رينا المغربي رن أبو عساف ريم سلمان رودي أبو عساف روبا الفغالي ساندي الودع سارة غلييني تاتيانا مرعب وفيق حرب يارا نجيم ياسمينة صفر زينب عبد الله علي الحسيني ديانا مرتضى إلهام عبد الله أليسا مخ جورج نصر الله جورج الشباصي حوراء مرتضى حيدر يزبك كريم مظلوم لما يونس لبنى شمس
مجد حمدان. مريم عواد. مروى رعد valedictorian of her class. محمد الحج. نور مسعد. نور صالح. نور هدى حج حسن. رشا أيوب. ريبيكا ريشا. رند حج دياب. صالح الآغا. توفيق شكر. وفاء البرادعي. زينب شكر. تسلم الشهادات الآن إلى خريجي كلية الهندسة قسم هندسة المعلوماتية والاتصالات الحائزين على شهادة مهندس. نرجو من عميد الكلية الدكتور شادي أبو جودي التفضل إلى المنصة. أحمد حطوم. أحمد نجدي. ألين سيف الدين. علي دبو. أندريا جبور. كارلا البستاني. شربل أندراوس. شربل عيد. شربل الحداد. شربل حج موسى. كريستيان فارس. داني كريم. الياس زوين. إلي بوسابة. جابرييل خصوب. جورجيو خطار.
غنوة عون. هادي حتوم. هادي كبيسي. هادي رستم نون. حسن كنعان. حسين رمال. حسين صبرا. إبراهيم محروم. إسكندر المدور. إسماعيل شهاب. جميل الحج. جيسون رزق. جيسيكا شاول. جوال مطر. كارل ساركيس. ملاك القعقور. مارك المعلولي. ماريا هاشم. مريم المولى valedictorian of her class. ماريليز داوود. ميساء حمود. مايكل غصن. ميرا مرعي. محمد العمار. محمد الفرفور. محمد علي شمس. باتريك عون. بول مسلم. رشا هاشم. روبرتو نداف. سالي العتاوي. تيا فرانسيس. توني هيدموس. أنتونيلا يعقوب.
Carmen Abu Khalil. Lies Sam'an. Elia Nasser. Fadi Yared. Fuad Ashouti. Georgina Shal. Jana Kallas. Marie-Thérèse Fakhri. Maroon Al-Ash'ar. ميشيل لبوس. نمير ريا. نور حلاني. وليد القزح. شرب الفهد. داني محفوظ. جوني صهيون. تسلم الشهادات الآن إلى خريجي كلية العلوم الرياضية. نرجو من نائب الرئيس للتنمية البشرية المتكاملة وعميد كلية العلوم الرياضية الأب جون العلم التفضل إلى المنصة. واو. نرجو خريجي كلية العلوم الرياضية الحائزين على شهادة الإجازة التفضل إلى المنصة لاستلام شهاداتهم. الأمير مصباح شهاب. علي علي أحمد. علي فرحات. علي حجازي. علي جنبي. علي محمد. علي الأكبر الزين. أنجليكا سليم. أنتونيلا ماريا أبو جودي.
Aram Bedoyan. Aya Zwayhid. Karl Pshara. Carlos Shamas. Sharbel Aid. Elena Aid. Lies Saad. Francesco On. Gael Wadia. Ghadi Abi Ali. Gilbert Mbarak. هادي فحص. هادي ترحيني. حسن عتريس. هراق هيبليان. جاد عبد الصمد. جاد العقوري. جاد هاشم. جاد مراد. جنى محفوظ. جين بشارة. جيفري متى. جبران سركيس. جول حداد. جوزيف فرح. جوزيف الأسمر. جويا بفرحات. جويا حبقوق. ليا كرم. مجد حرب. Mark Abizaid Dow, valedictorian of his class, English section. Mario Faddoul. Maroon Ghafari. مارون مطر.
مارون طنوس. مجتبى سعيد. مصطفى الموسوي. باميلا بيروتي. بول عقيقي. رواد جمعة. رواد يونس. راين شمعي. ربيكا لحويك. رولون صعب. سعد فياض. سارة شيبان. سارة فرح. سارة الطويل. سيرج نحاس. سيفان تشيكميان. تالين كاركوزيان. تينا الحج. يوسف طانيوس. ألا ملحم. جورج صليبة. راين صليبة. سامي سماحة. علاء عزو. أنطونيوس جو خضر. إيفلين عوكر. كريم بو فرانسيس. ريتا أيوب valedictorian of her class French section. روجي فينينوس. ندعو الآن خريج كلية العلوم الرياضية الحائز على شهادة الماستر التفضل إلى المنصة لاستلام شهادته. عبدو سمعان.
تسلم الشهادات الآن إلى خريجي كلية الموسيقى وعلم الموسيقى الحائزين على شهادة الإجازة. نرجو من عميد الكلية البروفيسور نداء أبو مراد التفضل إلى المنصة. إلياس فرج. إلي غسطين. سارة حمدر. ماري جو منصور. شكرا بروفيسور، شكرا أب الرئيس. خبرونا هلا إنه الكوميونيكيشنز تيم حضر لكم مفاجأة، اشتغل عليها كل النهار وكل الليل يمكن. خلونا نشوف هالفيديو سوا. هاي مام، بدي بوسك بس أول شيء، إذا كنت قاعدة هالمال ولا هالمال؟ ماي اكسبيرينس بالجامعه الانطونيه الاساتذه كثير دعمونا بشكل لا يقدر. لقيت اشكرك انت اليوم على كل هالشمع اللي مضويتي لي اياهم وشكلهم نفعوا. نشكر الجامعه الانطونيه واساتذتنا واهالينا والماما والبابا. وهالمناسبة الحلوة حابة كتير من كل قلبي أتشكر الجامعة الأنطونية على الفرصة اللي قدمت لي إياها وخلتني إني كفي علمي. أحلى نهار بحياتي، نحنا كتير متأثرين اليوم إني شوفوا صار شاب وعم بيتخرج، إن شاء الله معهم بينهض لبنان وبيشوفوا مستقبل كتير حلو وبيزدهر لبنان أكثر. أحلى جامعة جامعة الأنطونية، وإن شاء الله دايماً بالتقدم وبالنجاح يا رب. هي أحلى شعور للأهل إنه يشوفوا أولادهم نجحوا ووصلوا لهي المراتب، وإن شاء الله إنه يلاقوا مستقبل يليق فيهم. نحن مجموعة من الطلبة العراقيين، الجامعة الأنطونية وفرت لنا فرصة طيبة إنه نجي ندرس هنا ونحصل معدلات جيدة ونتخرج ونتعرف على زملائنا وندور في فلكهم وآفاقهم ونستفاد كثيراً من خبراتهم وتجاربهم. شكراً جزيلاً للفرصة اللي وفرت لنا الجامعة. My fellow graduates, class of 2022, we are undoubtedly one of the toughest and most resilient generations, which is why I'm not worried that we won't be successful. I'm worried that we won't fail from time to time. If you're ever going to succeed at anything you do, you have to make mistakes. Fail. Fail again. And then, fail better. العالم كله سوق عملكم. العالم كله متاح لأفكاركم وطموحاتكم. فلا تحجروا على أحلامكم في ضيق ما نعيشه اليوم. احملوا شهاداتكم بفخر كي تواجهوا المستقبل، وبتواضع كي تستمروا بالتعلم، وبنزاهة كي تليقوا بالعلم ويليق بكم.
They say that you don't know how strong you are until you hit rock bottom. Well, we all hit rock bottom in this country. And as I stand in front of you today, I assure you, all of you, that life all over the world is full of rock bottoms. But rest assured, grads, no one will be as prepared as you to rise up and live up to any problem. UA graduates of 2022, may this audience be a witness to my words. Your success and your greatness will not be measured by what life gave you as Lebanese citizens. It will be measured by what you will give life as Lebanese citizens of the world. Carry your values with you in everything that you will do. Let your passion be your motivator and your strategy be your denominator. Antonine University will always be your alma mater. So dear alumni, stay connected and remember your journey to success and your journey to greatness started on these steps. So congratulations, class of 2020. And without further ado, let this be a countdown for history.